موضوعنا اليوم بفاملي مشاهدينا بخص أغلى ما عنا اللي هن أولادنا. لما نبعتهم على المدرسة مفروض نكون عم نبعتهم على اللي يعتبر بيتهم الثاني. قدي هالشي صحيح رح نكتشف مع ضيفنا. برحب بسيد جو داكاش. أهلا وسهلا فيك جو. حضرتك رئيس جمعية لاسا، الجمعية اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية. صحيح. وهذا موضوعنا اليوم، السلامة المدرسية. وبالأخص لما الموضوع بيتعلق بأولادنا، السلامة المدرسية هي أساسية ولازم ما نطرحها تكرارا. قبل ما نتعرف على النقاط الأساسية اللي لازم تكون موجودة بكل مدرسة إن كانت رسمية أو خاصة، بدنا نتعرف على شوي عن عملكم بجمعية لاسا. كيف تشتغلوا على الأرض جو؟ هلا لاسا تأسست سنة 2005، وأكيد نحن التركيز مثل ما قلتي حضرتك على سلامة الأطفال أغلى ما نملك أولادنا. وللأسف بلبنان يعني في شبه غياب لموضوع تطبيق القوانين أو حتى لاستحداث قوانين تصون العمل المدرسي. يعني مش بس يمكن نحن أكثر شيء متوجهين من الناحية الأكاديمية، أكثر شيء بنركز على تنقية المدرسة اللي اسمها كبير اللي عندها أكثر شيء نجاح، وبنغفل بعض النقاط اللي هن كثير مهمين اللي هي السلامة. يعني اليوم في عندنا مشاكل كثير كبيرة من ناحية سلامة المبنى، من ناحية سلامة الملاعب، من ناحية سلامة أطفالنا، وأول وأهم شغلة هي سلامة التنقل المدرسي. يعني اليوم يعتبر ضحايا الأطفال اللي بيروحوا حوالي أكثر من 800 طفل بلبنان سنوياً، 25% منهم بيروحوا ضمن التنقل المدرسي. وهذا موضوع احنا عاطينه كثير حيز، وفي عندنا شركاء بنشتغل احنا وياهم على الموضوع هيدا. بيجي من بعدها طريقة إذا بدك وجودهم بالمدرسة أو حتى بالبيت. أو بالحضانة. بيجي عندنا بعدين السقوط، بيجي عندنا التسمم، بيجي عندنا الحروق، بيجي عندنا كهرباء وغيرها. يعني مواضيع كثيرة، وهدفكم بكل هالمواضيع أكيد هو انه تحسين وضع اطفالنا. صح. حتى نامن سلامه وجودهم بهالمكان اللي مثل ما قلت لازم يكون مثل بيتهم الثاني. خلينا نبدا مع التنقل المدرسي. التنقل المدرسي بنعرف احنا فينا نحكي عن ثلاث انواع تنقل مدرسي. في عندنا بباص المدرسه، في عندنا بسياره الاهل، في عندنا سيارة على الاقدام. يعني بنعرف احنا بلبنان معظم مدارسنا موجوده من نطاق مطرح ما قاعدين نحن. صح. او حتى بنحاول انه تكون هالقد قريبه من البيت. في بعض الاهل بيحبوا يروحوا مشي على المدرسه. يعني وسيله المشي. صح. هي صحيح. او من نبلش بالاساس اللي هو التنقل المدرسي بالباص. باص المدرسه هو شغله كثير مهمه، وفي عندنا قوانين للاسف شبه غايبه عن موضوع يعني قوانين اللي هي تطبق على الباص او التنقل المدرسي. لازم يكون في وجود لمراقب داخل الباص، لازم يكون في عندنا تامين لحياه الاطفال داخل الباص، ولازم يكون يعني الشخص اللي عم بيسوق هالباص يكون في عنده مؤهلات مزبوط. وهيدا هذا قانون صادر عن وزاره التربيه وصادر عن لجنه التربيه بمجلس النواب اللبناني، ولكن للاسف ما عم يتطبق لانه في عندنا حتى خلل بملاحقته. يعني اليوم القوى الامنيه نحن بنطلبها على طول انه اذا في باص مخالف ما معه مراقب او مبين حالته مش منيحه لازم يطبقوا القانون عليه. هن بيكون عندهم مأخذ انه هيدا عم ناقل عدد اولاد معينين، اذا نحن بدنا نوقفه ونحجزه شو ما نعمل بالاولاد. هيدا مش حجه، يعني المفروض نحن يكون في تنسيق. احنا كل سنه بناخذ وعود من يعني مدراء قوى الامن الداخلي التعاقبوا، من وزاره التربيه، من غيرهم، انه يكون في تنسيق ما بين امراء المفارز السير بالمناطق واداره المدارس لاعطاء جداول اذا بدنا او عدد الباصات اللي تستعمل، ليقدروا انه يكون في عندنا مراقبه حسيسه من قبل قوى الامن. هلا بغياب هالشيء هيدا نحن بنركز على الاهل. يعني اليوم لجان الاهل عندها دور كثير كبير. صحيح. للاسف العالم بتفكر انه لجنه الاهل هي بس العلاقه بوضع القسط المدرسي او وضع يعني الشؤون الفينانسيه اللي بتصير يعني داخل المدرسه كمان. لا، هي لها دور كثير كبير بتطبيق القوانين. مشان هيك حتى كأهل نحن مطلوب منا انه ما نكون عم نسلم، عم نعطي صك وكالة لهالمدرسه وعم نسلمهم اغلى ما عنا ونكون نحن ماشيين على العميانه معهم. مفروض نحن نكون عم نتابع بهالموضوع هيدا. لا نقدر نقلل. يعني نحن اذا شفنا باص ماشي مخالف، اول شيء لازم الباص يكون عليه اسم المدرسه، لازم يكون مميز، لازم يكون عليه لون واحد، لازم يكون في عنده اشارات مخصصه. كل هالامور يمكن هو يصلحه لموضوع حلقه، ولكن هيك بالطريقه السريعه نحن اذا شفنا وضع الباص. صح. ميكانيكيا. صحيح. يعني سمعنا بحادث مروع مؤخرا عن حادث باص فقد السيطره على الفرينات. صح. صح. يعني هالامور كلها هيدي مفروض اليوم عندنا تحديد المسؤوليات هي اداره المدرسه، لجنه الاهل والاهل بحد ذاتهم. يعني اليوم نحن بس يجي ورقه من ولدنا لعنا انه نحن بدنا نشارك يا ناخبين او منتخبين للجنه الاهل، لازم ننتبه نقرا الفاين برنتس، الاحرف الصغيره اللي بتنكتب باخر الورقه اللي بيقول لك انه نحن نرفع المسؤوليه. يعني انتم اليوم اذا شاركتوا او ما شاركتوا، اذا مضيتوا على هالورقه، يعني انتم عم بتسلموا سك وكاله لهاللجنه الاهل ولاداره هالمدرسه لتدير امور اولادكم. ما لازم يصير جو، ما لازم نوافق على لا، لازم نحن نشارك. نعم.
لانه اليوم بدي للاسف اليوم بنعرف الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي عم يفرض على الاهل اثنين كابلز يشتغلوا. نعم. ما حدا معه وقت، بس نحن قادرين انه نعطي شويه وقت بالقليله اول المدرسه. يعني بنعمل اليوم كل مدرسه عم تعمل شيء اسمه اوبن دور او لابورت اوفيرت، بيبعثوا ورا الاهل بفرجون كيف المدرسه، شو الامور، غيره بيعرفون عليها. كل فتره بيبعثوا وراهم. للاسف يعني انا عندي ابني بالمدرسه بلاقي نسب ما تتخطى ال 25% او 30% من الاهل اللي عم تشارك. نعم. وبالاخر اللي بصرخ هن ال 70% اللي ما شاركوا. فمشان هيك اليوم نحن مثل ما كل شيء بلبنان للاسف لازم يكون في عنا شراكه فعليه باداره شؤون اولادنا. نعم. او تعاون بين اداره المدرسه وكمان الاهالي بالبيت. جو نحن عم نحكي كانوا عم يمرقوا صور عن بعض الملاعب اللي بنشوفها بالمدارس. نعم. ان كانت خاصه او رسميه، شو وضع الملاعب اليوم؟ وغير ما نحكي عن المخاطر اللي بيتعرضوا لاولادنا بهالمكان. اول شيء الملاعب يعني للاسف في عنا بعض المدارس صغيره بيضطروا انه يستعملوا اوقات المرقب تبع البسيط ملعب، يعني ساعة بيكون ملعب ساعة بيكون مرقب للباص، هذه خطرة. تاني شيء لازم نفرق ما بين إذا عنا الصفوف الصغيرة وعنا صفوف الكومبليمنتير بعدين عنا الأكتر سكوندير، لازم يكون في عنا تفرقة ما بين يعني يتقسموا يعني بالملعب ما يكون اختلاط، لأنه اليوم حجامهم لعبهم كلهم بيقعوا على بعضهم. تاني شيء مثل ما عم نشوف يعني التجهيزات الموجودة هيدي من التجهيزات المنيحة يلي بنلاقي النوعية بلاستيفية في عليها بلاستيك، في عليها الولد ما بيجرح حاله. نعم. إذا وقع ما بيصير له شيء. صح. وفي عنا حتى الأرضية، يعني اليوم للأسف عم نلاحظ إنه في كتير ملاعب للأولاد الأرضية تبعهم لازم يكون في عنا مثل ماترس، يعني مثل سجادة على سماكة معينة، هالولد إذا وقع تعمل له بامبر، يعني إذا وقع بتخفف هالسقوط وتقطع على الولد. صح. مثل ما عم نشوف أحنا هون جاهزين بالألوان، هيدي بعض الملاعب اللي هي تجهز، ولكن للأسف عم بتقول بعض الملاعب جو القانون شو بيقول؟ هل في نصوص بتفرض هالشيء على كل مثل المدارس؟ مثل ما بلشنا حديثنا مدام رولا ما في إذا بدك بعد يعني هيك اليه معينه تفرض، يعني ما بتجي نقابه المهندسين بتطلع على المدرسه ما تعطيها رخصه. نعم. ما بتجي البلديه، في دور ناقص لهالمراجع اللي هي مسؤوله عن هالموضوع. يعني حيلا شخص عنده شهاده معينه بيقدر يفتح مدرسه، بيفتح مدرسه بس بياخذ رخصه من وزاره التربيه. وبيفتح مدرسه، يعني اليوم مفروض يكون عندنا متابعه، يعني هي من اكيد مش من لبنان، عم نلاحظ هون نوعيه هون طلعنا لبرا عم نشوف بعد احسن واحسن، ان كان بالخضار او بالاجهزه. مزبوط مثل ما حضرتك اشرتي كمان المحيط اليوم، يعني بنلاحظ امراض الحساسيه اولادنا عم يطلعوا عنهم حساسيه. صحيح. لانه في عندنا بوليوشن كثير، في عندنا دخان، في عنا ما غياب للخضار، ما في أكسجين، ما في هواء نظيف، مدارس مكتظة بقلب مناطق. هذه كلها نقاط لازم يخدوها بعين الاعتبار. صح. عند اختيار موقع الملعب اللي بدهم يقضوا وقت فيه الأولاد. صورة مهمة كتير اليوم، تواجد صار في كتير حيوانات أليفة. صحيح. ممكن تشكل خطر على الأولاد، يعني مفروض أنه نمنعها تفوت على لما الولد بيوقع بالملعب. نعم. تفضل. هيدا هون، هيدا عم نشوف، هي بلبنان، هي رجعنا. يعني حتى مش بس في صيانه، يعني حضرتك سالت تحت الهواء، مش بس انه نكون احنا عم نحط ونقول حطينا، بدنا نعمل صيانه. يعني هذا ملعب ما خرج انه يكون صح مكان امن لاولادنا، بس يصير في عندنا ولازم نوصل لهون، لانه احنا لازم نعمل صيانه دوريه. صحيح. ما ممكن انه نشوف هالتشققات او نشوف هالارضيه اللي هي بلش يظهر يرجع البيتون تحتها وتكون غابت هالسجاده اللي هي مفروض انه تحمل اولاد. هون عم نشرح انه كمان المتابعة هيدي، وهيدي حتى مش بلبنان، يعني نقول نحن اليوم ما عم نركز بس على لبنان، بس يمكن لبنان في عنا نسب الأعلى. برا كمان بتصير هالمشاكل، لأنه أول شيء هالملاعب، لكن المعايير اللي تعتمد بالخارج لازم كمان تطبق عنا بلبنان. صح. هون عم شوف بعض النشاطات الحلوة اللي في عنا، بعض الشراكة نحن واليازا وبعض المشاريع اللي بتصير سوية. هيدا بلبنان جو؟ هيدا بلبنان لا، بس نحن باليازا بنعمل شيء مثله بملاعب الأولاد، عندهم مشروع نحن وياهم شراكة فيه، بنعمله بملاعب الأولاد وبناخذ هالسيارات بيحطوا الكاسك وبيطلعوا بسوقوا بهالشيء. هيدا كمان هذا عم بيخلي الولد اكثر. هون شوي انتقلنا للحضانات، كمان حضرتك اشرت لموضوع الحضانات. نعم. اليوم كمان للاسف في عندنا شويه فوضى بموضوع الحضانات. هون هذا شيء منيح، هذا الحضانه المثاليه اذا بدنا نحكي عنها، يلي هي فيها كل هالالعاب الامنه والسليمه يلي ممكن انه تحمي اولادنا داخل الحضانه. هون بالملاعب الخارجيه كمان الجونفلابل، يعني هلا كمان عندنا صار بلبنان صرنا سنتين ثلاثه بنلاحظ هالالعاب الجديده اللي هي عم تستعمل، كمان لها حمايه. نحن في عندنا شراكه مع اشخاص بنقدر نعرف كيف سلامتها. العالم كلها ما بتتخيل انه هي معقوله تكون خطره، ولكن بمرحله من المراحل معقول انه تشكل خطر على اولادنا. هون عم نشوف هيدي النوعيه اللي حضرتك عم تسالي عن النورم، الالوان كيف تستعمل، السمكات، كل الامور اللي هي بدها تنحط على الملاعب تنجهزها بطريقه سليمه. وكنا عم نقول انه اوقات بعض الملاعب بتكون مفتوحه للهواء، مشان هيك يعني بتتعرض للشتاء للمي. نعم. مشان هيك بدها صيانه بدها مينتننس كمان بشكل مستمر. نعم. لما الولد بيوقع بالملعب بيأذي حاله كيف لازم نكون مجهزين؟
هلا اول شيء في عنا لازم دائما يكون في عنا حكيم يجي كل شهريا يتابع الاولاد من الناحيه الصحيه، لازم يكون في عنا اذا بدك نوع من طاقم ممرضه مينيموم الحد الادنى يكون في عنا ممرضه متخصصه، اذا هالولد وحتى ستاف لازم نحن بنعمل تريننج كمان بشراكه مع كثير جمعيات لبنانيه لنعطي مبادئ الاسعافات الاوليه، يعني اليوم هالولد اللي بيكون بحصه رياضيه او بيكون بالملعب في عنا ناظر، وللاسف عم بيكون في عنا يعني أقلية بعدد النظار لعدد الأولاد، يعني اليوم مثلا في شخص حسب الأعمار لازم يكون مثلا شخص لعشرة أو لعشرين، عم بيكون عندنا واحد لخمسمية طالب، هالناظر هذا يخضع لدورات تدريبية، إذا وقع الولد أول شيء رح يعمله هو البرايمري دياغنوسيس، يعني التشخيص الأولي رح يعمله هو، رح يروح يشوف الولد كيف وقع، بجرب إنه يدس له إيده، راسه، إجره إذا في شيء، دغري بده ياخده على الإنفيرمري، بده ياخده على محل المرضى المتخصصة، هلا المرضى كمان بتعمل إذا بدك تشخيص ثاني، وبتقدر تودي، أول شيء لازم نبلغ الأهل، هذا أهم شيء، لأنه للأسف يعني ما بنعرف إلا وصل الولد على المستشفى، وآخر ما يعلموا الأهل، بده يكون في عندهم آلية تبليغ، بده يكون في عندهم آلية كيف يودوا الولد، ويكون في متعاقدين مع مستشفيات متفقين عليها مسبقا مع لجنة الأهالي، ويكون عندنا أسيرانس، يعني للأسف هون بدي أدعي كمان هذا الموضوع، يعني هيك على هامش بسرعة، ما ننتكل بس على أسيرانس مدرسة، يعني في كثير عالم أوقات بتلغي الأسيرانس تبعها لأنه أنا أولادي مأمنين مدرسة، هن مأمنين للحوادث بس ومأمنين خلال دوام المدرسة، ونتأكد إنه في جدية عم ناخذ هالتأمين هيدا، الولد بينتقل على المستشفى إذا كان حالته بتسمح، يبلغ الأهل وتعطى بهالموضوع، ومثل ما كنا عم نحكي السقوط هو بيجي تاني أكثر ضرر للأطفال بعد التنقل بعد الحوادث التنقلية. الأمور الكهربائية وكمان خطر من أي نوع من الحرائق اللي ممكن تصير. حدث ولا حرج، مثل ما قلنا اليوم في غياب لسلامة المباني بالمدرسة. نحن كمان بنجرب نفوت على كل المدارس يعني بتتفاجئي بتلاقي تابلوه الكهرباء موجود بملعب المدرسة، شرايط فالتة، الكبسات منا على علوم. أنتوا بتدخلوا على هالمدارس بجمعية لازا بشكل رسمي جو؟ نحن حسب كل الوزراء التربية اللي تعاقبوا عطينا نوع من تسهيل مرور يعني ولا مدرسة بتقدر ترفضكم؟ ما في عنا، وأصلا يعني ما بحس إنه إذا واحد جاي بهالطريقة عم يحكي مع مدرسة بتحترم حالها وبتحترم أولادها ممكن إنه يرفض هيك شيء، لأنه نحن ثلاث أرباع الشغل لمصلحتهم بالنهاية، الشغل عم بيكون صح، عم بيكون عمل تطوعي وعم بيكون عمل من القلب، يعني وشي نحن بمعظمه اذا ما في اي التزام عم بيكون مجانا، مشان هيك بس عم تيجي تعطيهم هالامور كلها وعم تجربي يعني تصلحي لهم مسار حمايه الاولاد وحتى الاهل، يعني اليوم بدي اقول كثير دور كبير للاهل، لانه مثل ما قلنا بالاول ما مفروض احنا نكون على عميان حاطين اولادنا بس نروح لانه المدرسه اسمها معروف او لانه المدرسه مستريحه. بس جو شو لازم نعمل نحن كاهل؟ يعني لازم اذا خلال دوام المدرسه نحن منا موجودين، يعني عمليا ما بنعرف شو عم بيصير خلال هالوقت، يعني اتكالنا هون ثقتنا لازم تكون بالمدرسه وادارتها. مزبوط هون في عندنا شغلتين، مثل ما حضرتك اشرتي المفروض يكون في ثقه باداره المدرسه ومفروض يكون في ثقه بلجنه الاهل، بس ما بيمنع انه نحن اذا اخذنا نص نهار مره او شي نهار كنا عاطله يعني في انا روح اعمل كابرا بدي الباب بدي اقع الباب بدي فوت انا الي حق انا فوت هلا بجربوا هن يمنعوكي بجربوا يمنعوكي بس ولكن انت فيكي بطريقه انه انت اليوم انا ابني او بنتي بهالمدرسه وانا حابب اجي شوف كيف هيدا، ما لهم حق يمنعوكي لانه اليوم بالاخر اوكي في بعض الخصوصيات ولكن ضمن الحد الادنى مفروض يقدر واحد يجي يشوف اولاده وين، خاصه اذا عم نحكي موضوع حضانه، خاصه عم نحكي يمكن المدرسه شوي صار عمرهم اكبر صار عندهم نوع من حمايه ذاتيه، ولكن بسوق الحضانه للاسف عم تروحي تسجلي اولادك بحضانه بيقول لك انا عندي ممرضه متخصصه معي رخصه وغير شيء، بتجي بنص النهار بتشوفي انه عم بخبطوا الاولاد او بتشوفي 10 اولاد على شخص واحد او بتشوفي مشاكل، مشان هيك اليوم او ولد مريض عم بيعدي البقيه صح. كمان النقابه حطت عم يعني بتفرض بعض الشروط على الحضانات بوضع كاميرات على طول موجودين لايف بتفوتي بتشوفيهم على الويب سايت، في بعض النقابات عم تفتح مثل ما قلنا عم تعمل نشاطات بتدعي الاهل تيجوا يشاركوا، بعض النقابات مفتوح عندها اوبن دور بيجي الاهل بيشوفوا الاولاد كيف عم يتصرفوا. شو عندنا نقطه كثير مهمه بدي اغطيها قبل ما نختم، معنا بس دقيقه، سلامه الغذاء المياه بمدارسنا اساسيه، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه ما بنعرف ليش وزاره الصحه بعد ما وصلت لهالمكان بالذات مدارسنا، يعني نحن شدينا على ايد معالي الوزير وعلى شيء اللي عم بيصير صار له اكثر 4-5 اشهر وعم نلاحظ الفرق، ولكن عندنا عتب انه بعد ما في تعاطي مباشر مع المدارس ما عم بيكون في عندنا مراقبه للمدارس، نعرف في مدارس عندها كانتين بتعمل الاولاد بتعطي وجبات غذائيه، في مدارس بتعطيهم مياه حدث ولا حرج، يعني بنتامل نحن حاضرين ونحن على عم نحاول انه نتواصل مع وزاره
الصحة ومع الوزير لنقدر نشاركهم ونعطيهم خبرتنا بهالموضوع هذا، ونحن مستعدين انه نفوت احنا وياهم على المدارس ونعطيهم معطيات انه في كثير من المدارس ما فيها الحد الادنى، او اليوم صار الدرجة هي الموضوع انه ما لنا ضمن المعايير او غير مطابقة. بقى مشان هيك بتامل انه يكون في الوزارة انه عندها هالاكيب هيدا، يكون في عنا اخذ بعين الاعتبار، مش نترك لبكره صارت الصيفية ونفكر انه نفوت على المدارس. نحن هلا بخضم نص الموسم بنص العام الدراسي، مفروض يكون في متابعة، لانه اليوم مثل ما هالبضاعة اللي عم نشوفها فاسدة هن عم يجيبوها من السوق. بوقت غياب وزارة الصحة عن هالاماكن او هالمدارس، انتم شو عم تعملوا؟ عم تقدروا تفوتوا على المطابخ على الكانتين؟ عم بتشوفوا شو عم بيتقدم لاولادنا؟ عندنا بعض المراجع، عندنا بعض الشركات الخاصة اللي هي حائزة على اعلى شهادات السلامة الغذائية، عندنا شراكة نحن وياها، عم نفوت نحن وياها على المدارس وعم نجرب. مش بس هيك، مستعدين حتى نعطي دورات يعني احنا يمكن من سنتين ثلاثة بلشنا نحكي موضوع سلامة الغذاء قبل ما كانت وزارة الصحة تحركت، وكنا عم نفوت على المدارس وعلى الجردريات، وعندنا تعاون مثل ما قلنا مع بعض الشركات الخاصة اللي عم بفوتوا يعطوا دورات تدريبية مجانية للستاف، هاو يعني الفود هاندلينج وغيرها، كيف بتعطوهم، كيف بدو يهند، خاصة يعني مثل ما سيئ الباص لازم يكون صح. عنده كفاءة لأنه سلامة أولادنا مسؤوليته، كمان بالمطبخ 100%. 100%. يعني اللي بيحضروا الأكل مزبوط. والطباخين لازم يكون عندهم الكفاءة 100%. أنا بالآخر بدي أقول أنه الكل فيهم يزوروا موقعنا على الإنترنت www.lasanet.org، على الفيسبوك كمان فيهم يزورونا، وعلى تويتر بتواصل احنا وياهم، كل هالمعلومات موجودة ونحن حاضرين أي مدرسة أي مؤسسة تربوية أنه نقدر نتعاون نحن وياها أكان معنا أو حتى نحن أملنا الوساطة مع الشركاء اللي مشتغلنا وياها. جو داكاش رئيس جمعية لاسا، بشكر وجودك معنا ومنهنيكم على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها. أهلا وسهلا فيك. وقفة قصيرة مشاهدينا، وبعد هالبريك بنرجع لللايف مع مارك بيروتي بنيتشر.